السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الشعبة المعمارية، أهلا ومرحبا بكم طلبة تخصص أعمال البناء الصف الأول. النهاردة إن شاء الله هنتكلم موضوع حلقتنا عن مادة تكنولوجيا أعمال البناء الصف الأول. موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أعمال البناء بالحجارة. تعال نشوف مع بعض كده إن شاء الله ايه الموضوعات او العناصر اللي احنا هنتناولها ان شاء الله مع بعض في الحلقة. تعال نبص مع بعض كده. اول حاجة البناء بالحجارة، اول حاجة هناخدها انواع البناء بالحجارة. 2 الشروط الواجب مراعاتها عند البناء بالحجارة. 3 الاصطلاحات المستعملة في البناء بالحجارة. 4 طرق رص وربط الأحجار. يبقى دي الأربع عناصر اللي احنا هنتكلم عليهم إن شاء الله في حلقتنا النهاردة. هناخد أول عنصر في البناء بالحجارة اللي هو أنواع البناء بالحجارة. تعال نتكلم مع بعض كده قبل ما نخش في موضوع حلقتنا مع بعض. أنواع البناء بالحجارة هنقسمها لنوعين، أول حاجة هنقسمها من حيث الخامة، وتاني حاجة هنقسمها من حيث الصناعة. قلنا من حيث الخامة هتتقسم لنوعين، ايه هما؟ اول حاجة بناء متجانس، 2 بناء مركب. يبقى اول حاجة لما نيجي نتكلم انواع البناء بالحجارة، ممكن يجي لي سؤال يقول لي اذكر انواع البناء بالحجارة، هتروح رادد عليه اجابة السؤال. تنقسم انواع البناء بالحجارة الى نوعين، واحد ايه هي؟ مع بعض كده اهو. يبقى أول حاجة البناء من حيث الخامة، أو البناء بالحجارة من حيث الخامة المستخدمة في أعمال البناء. رقم 2 البناء بالحجارة من حيث الإيه؟ من حيث الصناعة. طيب هنقسم البناء من حيث الخامة المستخدمة في أعمال البناء، إيه هي؟ هنروح ردين عليه ونقول له ببساطة كده، هنقول إيه؟ تنقسم أنواع البناء بالحجارة من حيث الخامة إلى نوعين، إيه هما؟ أول حاجة بناء متجانس، وتاني حاجة بناء مركب. طب لما نيجي نبسطها كده، البناء المتجانس لما يكون من نوع واحد من الحجارة، ما دخلش معاه أنواع تانية، مأساة ثابتة، مأساة واحدة، الخامة هي ما دخلش عليها خامة تانية، يبقى ده اسمه بناء إيه؟ متجانس. صف المدماج بتاعي او صف الحجر بتاعي مقاساته كلها ثابته، واطوالها الطول بتاع طول الحجره وعرض الحجر ارتفاع الحجر كل اطول المقاسات دي كلها ثابته، يبقى ده اسمه بناء ايه؟ متجانس. طب البناء المركب، البناء المركب لما دخل الحجاره مقاساتها مختلفه مع بعض، حجره كبيره مع حجره صغيره، او اروح مدخل مع الحجرة مادة اخرى زي مثلا مادة الطوب او مادة الخرسانة، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه بناء بالحجارة ايه؟ مركب. ده من حيث الايه؟ الخامة. طب النوع التاني اللي هو من حيث الصناعة، النوع التاني من حيث الصناعة اللي احنا هنتكلم عليه برضو، تمام؟ هنقول تنقسم انواع البناء بالحجارة من حيث الصناعة الى نوعين برضو، ايه هما؟ البناء بالحجارة النحت، 2 البناء بالحجارة الدبش. البناء بالحجارة النحت والبناء بالحجارة الايه؟ البناء بالحجارة الدبش. طيب تعال نبص مع بعض كده اللي احنا قلناه. اول حاجة انواع البناء بالحجارة، انواع البناء بالايه؟ بالحجارة. قلنا تنقسم انواع البناء بالحجارة الى يا شباب، اولا هنقسم كده ونرتب الاجابة بتاعتنا، تمام؟ اولا البناء بالحجارة من حيث الخامة المستعملة في أعمال البناء، أول حاجة البناء إيه؟ المتجانس. 2 البناء المركب، ده بالنسبة لمين؟ أولا اللي هو البناء بالإيه؟ بالحجارة من حيث الخامة المستعملة. طيب تعال نشوف ثانيا البناء بالحجارة من حيث الصناعة، البناء بالحجارة من حيث الإيه؟ التصنيع بتاعها او الخامه المصنعه ايه اللي انا هستخدمها. اول حاجه البناء بحجاره النحت، البناء بحجاره ايه يا شباب؟ البناء بحجاره النحت زي ما قلنا. 2 البناء بحجاره الدبش، البناء بحجاره الايه؟ الدبش. تعالى بقى نتكلم على اولا مع بعض. اولا
البناء بالحجارة من حيث الخامة المستعملة، من حيث الخامة الايه المستعملة. قلنا تنقسم الحجارة، البناء بالحجارة من حيث الخامة المستعملة الى ايه؟ ايوه، بناء متجانس وبايه وبناء مركب. تعال نشوف مع بعض كده البناء اللي لما يجي يقول لي البناء المتجانس عبارة عن ايه يا شباب. البناء المتجانس هو البناء بنوع واحد من الحجارة، بناء واحد من الايه؟ من الحجارة ذات مقاسات واحدة وثابتة، ذات مقاسات واحدة وايه وثابتة، ما دخلش عليها اي انواع اخرى او مقاسات مختلفة. يبقى ده كده احنا دخلنا في نوع تاني من الايه؟ من البناء. طيب ثانيا، زي ما انا شايف اهو وايه مظبطين مع بعض الصوره اهو، سلايدز اهو، تمام. بيوضح لي ان مقاس الحجره، طول الحجره اهو ثابت اهو، تمام. لو طولها مثلا 50، اللي بعدها 50 ارتفاعها مثلا 20 او 15، يبقى الارتفاعات كلها من خامه واحده، مقاساتها ثابته مش متغيره من مدمك لمدمك او من صف طوب لصف ايه، من صف حجر لصف حجر. طيب تعال نبص كده، ادي برضو سلايدز تاني اهو، تمام. حجره نوع تاني، تمام. الحجره دي كلها زي ما احنا باصين كده اهوت على الصوره، كلها خامه واحده ومقاسات واحده وارتفاعات ايه واحده. طيب تعال بقى نشوف مع بعض النوع التاني من البناء بالايه، من حيث الخامه، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه، البناء المركب. البناء المركب هو عباره عن ايه يا شباب؟ هنروح قايلين كده اهوت ببساطه، هو البناء بحجاره مختلفه. يبقى اول حاجه البناء بايه؟ بحجاره مختلفه. مختلفه ايه؟ من حيث ايه؟ من حيث النوع والمقاسات. يعني انا دخلت حجر صلب مع حجر مثلا ايه، مع حجر صوان، مع حجر مثلا هشمه، مع حجر مثلا كسوات اخرى مختلفه، عندنا انواع كسوات كتير، تمام. يبقى انا دخلت مقاسات مع انواع مختلفه. طب ممكن ما يكونش حجاره الحجاره ديت زي بعضها، ممكن ادخل مع الحجاره ديت ماده اخرى. ماده اخرى زي ايه يا استاذ؟ الماده الاخرى ديت ممكن اروح مدعم الشكل بتاعها عشان يديني ناحيه جماليه، مثلا بحجر فرعوني او بحجر ايه حراري، تمام. اروح مدخل الاشكال بتاعتي ديت مع الحجر العادي بتاعي، تمام. اروح مدخل عليه ماده اللي هي ماده الطوب، مادة الطوب أو مادة الخرسانة، تمام؟ يديني شكل وناحية جمالية. تعال نبص مع بعض كده، هو البناء بحجارة مختلفة، هو البناء بحجارة مختلفة النوع والمقاسات. هو ليه؟ بناء بحجارة مختلفة النوع والإيه؟ والمقاسات. أو بحجارة، دخلت بقى حاجة تانية، أو بحجارة مع مواد أخرى مثل إيه؟ مثل الطوب أو الخرسانة، مثل الطوب أو إيه؟ أو الخرسانة. طيب تعال نشوف بقى مع بعض كده، جايب لك صورة بتوضح لي إن أنا استخدمت نوع من أنواع الحجر أهو، تمام، ودعمتها في الأركان بتاعتي أو النواصي بتاعت الإيه الشكل بتاعي، تمام، أو الداير بتاع العقد بتاعه أهو، تمام. استخدمت الطوب، يبقى أنا استخدمت كده هو خامتين مع بعض. يبقى في الحالة دي ما أقدرش أقول على البناء اللي قصادي ده أو التكسية اللي أنا مستخدمها ديت إن هي مستخدمة من البناء الإيه؟ المتجانس. لا، ده أنا دخلت إيه؟ مادتين أو خامتين مع بعض. يبقى ده اسمه بناء مركب. ده اسمه إيه يا شباب؟ بناء مركب. طب تعال بقى ننتقل مع بعض لعنصر تاني. بص كده هوت، لما يجي لي مثلا في مادة الرسم ويقول لي مثلا ارسم حائط زاوية قائمة مبنية من الدبش المروم مع بناء النواصي بالطوب، حدد لي هنا ان انا هدخل مع الدبش، مع الدبش ايه؟ بناء النواصي بالايه؟ بالطوب. طب تعال نشوف كده اهو، جالي على الناصية بتاعت الحيطة، بداية الحيطة اهي او ناصية الايه؟ المبنى بتاعي، بنيت كتف من المباني ودخلت معاه وربطت معاه زي ما انا شايف كده، تمام، البناء بالايه؟ بالحجاره. طيب جايب لي مسقط راسي وعامل المدماك الاول فيه اديه من تحت كده، اديه طوب وشناوي، عاكس في المدماك الثاني الشناوي من بره والاديه من جوه وهكذا. طب تعال بقى نشوفها في الافقي، في الافقي مثلا لو انا مسكت اللي هو الايه المدماك اللي هو مش ايه مشاولي عليه او مميزهولي وكاتبهولي بايه؟ بالف. طب الف دوت
مرصوص هنا او مربوط مع الحجاره ايه؟ مربوط ثلاث مداميك من قوالب الطوب. مربوط مع ايه؟ ثلاث مداميك من قوالب الطوب. تعال نشوف كده المدمك الاول، انا باصص عليه من تحت كده اهو، ايه اول مدمك اهو في الصف اللي هو المدمك اللي هو الف الاول مع الثالث بادئ بايه؟ باديه. تعال نبص كده في الافقي، اديه وجنبها لحم معاها ايه؟ شناوي. طيب الناحيه الثانيه عشان اغطي الالف ده اللي هو طوله 25، يبقى انا هغطيه من ايه؟ من جهته من الداخل، تمام؟ هغطيه بايه؟ باديتين، الاديه 12 و12 وسنت الحام. يبقى كده انا ليه عملت الناصيه بسمك ايه يا شباب؟ بسمك قالب مع قالب، بسمك قالب ايه؟ ده بناء النواصي، تمام؟ وانا مدعمها بقوالب الطوب، بقوالب الطوب عند الناصيه بسمك قالب ايه؟ قالب في قالب. طب تعالى بقى نشوف المدمك اللي هو ايه؟ اللي فوق الاول بالنسبه للالف، دي المدمك الثاني اهو، بادئ من هنا بايه؟ بادئ بشناوي وداخل معاها من جوه ايه؟ اديه، تمام؟ ادي الشناوي اللي انا شايفه اهو، شايف الواجهه بتاعتي، ادي الشناوي اللي هو طوله 25 وفي ظهرها اللي هو الايه؟ الاديه اللي هي 12. يبقى اللحمات مش واقعه فوق بعضيها في المدمج بالنسبه لايه؟ لالف، لان شرط من الشروط بتاعتي ان اللحمات ما تقعش فوق بعضيها، شرط من شروط البناء سواء بالطوب سواء بالحجاره ان الايه؟ اللحمات ما تقعش فوق بعضيها، لازم الحوائط بتاعتي او لازم البناء بتاعي لازم يكون مترابط. يبقى طالما مترابط متداخل مع بعضه، يبقى لازم اللحمات ما تقعش فوق ايه؟ فوق بعضيها. لو وقعت فوق بعضيها يا شباب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل في ايه؟ فصل في الحوائط، والحوائط هتبقى ضعيفه مش هتبقى متماسكه، هيحصل فيها شروخ وتنميلات، تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا لازم اربط الحائط المدماك بايه؟ بالمدماك. يبقى انا ادخل مسافه الطيه اللي احنا اتكلمنا عليها في البناء بالايه؟ بالطوب. طيب تعال نبص مع بعض كده، ده بالنسبه لايه؟ للمدماك اللي هو معلمه لي بالحجر اللي هو رمزه ايه؟ رمزه الف. تعال نبص بقى للمدماك اللي هو رمزه ب، برضه نفس النظام هنا، تمام؟ بدا لي هنا قصاد ب، تمام؟ عشان سمك قالب، عشان سمك قالب يا شباب اهو، تمام؟ باصص ايه؟ شناوي بسمك قالب فقط، شناوي بسمك ايه؟ قالب. طيب فوق الشناوي ده هيتغطى بايه؟ باديتين. تعال نبص كده، تمام؟ ادي الشناوي، ادي الاديتين اهم، ادي الاديتين اهو اللي انا باصص عليه، ادي المدمك الاول بالنسبه لب، ادي الاديتين اهم في ظهرهم، في ظهرهم مين؟ شناوي. خلاص يبقى كده ده بسمك ايه؟ بسمك قالب بين الواجهه، بسمك قالب بين الواجهه، والعمق بتاعي اللي داخل في الحيطه اللي هي العموديه، تمام؟ سمكها ايه؟ قالب ونص، سمكها قالب ايه يا شباب؟ سمكها قالب ونص. طيب يبقى انا شايف هنا اديتين، كل اديه ب 12 و12 وسنت الحام، يبقى المسافه بتاعتي ديت 25. طب ال 25 هيبقى في ظهرها عشان المسافه ديت قالب ونص، يبقى انا لو انا بصيت من هنا هلاقي اديه، يبقى من الناحيه الثانيه او من الزاويه الثانيه او ليه او الكتف الثاني لو بصيت هنا هلاقي ايه؟ هلاقي شناوي. طيب الشناوي هنا يبقى في ظهره بعدها ايه؟ اديه. بعدها ايه يا شباب؟ بعدها اديه. طيب المدمك الثاني بالنسبه لب انا شايفه ايه؟ شايفه شناوي، الواجهه بتاعتي شايفها ايه؟ شناوي. ادي الشناوي اهو، بص انا عكست اللحمات هنا، هنا في المدمك الاول عامل اديتين، طب في لحام في النص اهو، بص في المدمك الثاني شايف شناوي، الشناوي دوت قالب سليم ايه؟ طوله كام؟ 25. والسمك بتاع اول الدخله بتاعتي سمكها قالب وايه؟ قالب ونص. طيب انا شايف من هنا شناوي، يبقى من الجنب الثاني اللي هو العمود عليه هشوفه ايه؟ هشوف اديه، يبقى انا بصيت من هنا شناوي، يبقى انا هشوف هنا ايه؟ اديه، وفي ظهرها المسافه، طب الاديه دي سمكها نص، طب المسافه كلها قالب ونص، يبقى متبقي ايه؟ قالب، يبقى انا هحط هنا قالب ايه؟ قالب شناوي، قالب ايه يا شباب؟ قالب شناوي، واروح راسس حجاره الدبش بتاعتي اللي هي الكبيره، اروح راسس من بره ومن جوه الدبش، واروح ظابط الوش بتاعي، واروح مالي الفراغات بتاعتي بحجر صغنن اهو زي ما انا شايف، بص دوت
مليت الحجارة بتاعتي من بره ومن جوه، ظبطت الحيطة بتاعتي من بره ومن جوه، ما فيهاش اي حاجة بارزة، او الحجارة مثلا فيها بارز وغاطس، تمام، ظبطتها ودرعتها معايا، ومليت الفراغات اللي في النص ديت زي ما انا شايف كده، الفراغات اللي في النص بايه؟ بحجارة صغيرة اسمها حجارة الكلفة، زي ما قلناها وقلنا انواع الحجاره قبل كده يا شباب. وبعد ما ارصها اروح رمي الايه المونه بتاعتي، واروح مالي اللحامات بتاعتي ديت، واروح مغطيها ايه بطبقه المونه كده. ده بالنسبه لايه؟ بناء الحجاره بالايه؟ بالدبش المروم. طيب تعال نشوف رسمه تانية مع بعض كده تاني. جايب لي منظور. المنظور دوت عباره عن منظور لزاوية قائمة مبنية من الدبش المروم مع بناء النواصي بالطوب من الخارج والايه؟ هنا من الخارج والداخل. هناك كان في الرسمة الأولى اللي احنا اتكلمنا عليها كان من الايه؟ كان من الخارج. طب أنا عايز أبص كده من الخارج والداخل. تعال نشوف كده. لو بصيت للمنظور هتلاقي المسافة بتاعتي سمكها، الواجهة بتاعت الرئيسية سمكها ايه؟ سمكها قالب، والبروز بتاع او الدخول بتاعها لجوه سمكه ايه؟ قالب ونص. طيب ده بالنسبة للايه؟ للزاوية الخارجية. دي الزاوية الداخلية برضو. رحت خلي بالك، بص اللحمات ايه حصل ربط اهو ما بين الاتنين الداخلي والخارجي، ربطت اللحمات مع بعضيها، تمام. طيب هنا بدأ بايه؟ بدأ ايوه بشناوي. ادي المدمك الاول شناوي، وفيها اديتين شناوي، وفيها مثلا. طب هنا يا استاذ، هنا المطوبه عشان اللحمات ما تطلعش فوق بعضيها، رحت انا عملت ايه؟ ادي شناوي اديه، وادي شناوي، مع خدت وغطيت ارتفاع المدمك الاولاني اللي هو صف الحجر الاولاني. طيب عشان اللحمات ما تطلعش فوق بعضيها وتبقى راكبه فوق بعضيها، لا دخل ايه؟ رحت دخلت مسافه الطيه الصغيره دي اللي هي نص الحجره بتاعتي، تمام. لقيتها ايه يا شباب؟ لقيتها هتتغطى معايا بمسافة قد ايه؟ قالب ونص. قالب وايه يا شباب؟ قالب ونص. يبقى هنا هبدأ، طالما انا بقى ايه قافل هنا لغاية المدماج ده الحجر ده شناوي، يبقى انا هبدأ بايه؟ بأدية. بعد الأدية هيتغطى في ظهرها او هرص في ظهرها ايه؟ الشناوي زي ما انا شايف كده. طيب هيبقى العكس في المدماج اللي بعديها، الشناوي وأدية، أدية شناوي، وهكذا. طب هاجي بقى برضو ايه المدمك اهو اللي هو التالت من الحجر زي الاول بالظبط، زي ما بدأت ادية وايه شناوي واديتين، نفس النظام هنا برضو هيبقى شناوي وايه واديتين، وهكذا لغاية ما اغطي الايه المدمك بتاعي، تمام. ولو عايز اكرر يبقى واحد زي تلاتة واتنين زي ايه؟ زي اربعة اللي هيتعمل هنا ويترص هنا. يبقى اللي انا عملته في اتنين هيتعمل في الرصة لو انا قررت المنظور كده بتاعي، تمام، يبقى هيتعمل في ايه؟ في رقم اربعة، تمام. طب رقم اربعة يبقى شكله ايه؟ هيبقى شكله اللي هو ايه الجزئية دي زي ما احنا شايفينها كده يا شباب، اللي هو سمكها ايه؟ سمكها من الواجهة، تمام، قالب ونص. قالب وايه ونص، ادي قالب، المسافة بتاعت المدمك الاولاني ايه ارتفاع ايه؟ ارتفاعها 3 مداميك وسمكها قالب. الارتفاع اللي بعده 3 برضه 3 مداميك بس سمكها قالب وايه؟ قالب ونص. كل ده ليه يا شباب؟ كل ده عشان اللحمات ما تقعش ايه فوق بعضيها، وتبقى الطوب مترابط مع ايه؟ مع الايه؟ مع الحجر بتاعي، تمام، ما يبقاش فيه فاصل ما بين الحجرتين، او ده او الطوب مبني في ناحيه والحجر مبني في ناحيه ومش مربوطين، هتلاقي فيه فاصل ما بين الاثنين دول، تمام. ومن السهل ان الحيطه طالما ضعيفه يبقى من السهل ان هي تقع. تعال نشوفها في الافق كده يا شباب، تمام. ادي المدمك اللي هو باصص لي ايه مميزهولي باسمه ايه؟ اسمه به اهو. شايف انا الحجره بتاعت قلب الطوب بتاع الشناوي، ادي الشناوي. طب في ظهره لما ابص على الشناوي ده، ابص في ظهره كده هلاقي ايه؟ هلاقي اديتين يا شباب، هلاقي اديتين، والاقي العكس الناحيه الثانيه، تمام، هلاقي الاديتين والشناوي. طيب انت بدات هنا يا استاذ بشناوي، يبقى المدمك اللي فوقها اللي هو الف اوتوماتيك على طول، تمام، هيتغطى بايه؟ طالما شناوي يبقى هيبقى فوقها ايه؟ اديتين، والاديتين دولت يتغطى في ظهرها او يترص في ظهرها ايه؟ الشناوي، واربط مع الشناوي شناوي تاني اهو، واروح داخل بالايه؟ بالاديات بتاعتي،
تمام؟ يبقى الزاوية اللحامات ديت متغطية اهي ومربوطة مع بعضيها، ربطت الحجر مع الايه؟ مع الطوب. طيب تعال نشوف كده مع بعض رسمة تانية، تمام؟ جايب لي ربط النواصي بالطوب، ربط النواصي بالايه؟ برضو من الداخل والخارج. تعال نشوف برضو، عايزين ايه؟ نشوف منظر المدميك بتاعتي، هل هو زي بعض كده؟ المدمك الاول هو مميز لي، تمام، ان ده المدمك الاول الثاني الثالث الرابع، تسع مدميك. بيقول لي ان الشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن منظور لزاويه سمك حوائطها 50 سنتي. سمك حوائطها كام يا شباب؟ سمكها 50 سنتي اهو، ادي السمك بتاع الحيطه اهو كام؟ 50 سنتي، ادي 25 اللي هو الاديتين اللي جوه، وادي الاديتين اللي بره 25، يبقى سمك الحيطه كلها على بعض كام؟ 50. وادي الناحيه الثانيه برضو نفس النظام، الجهه الثانيه اهو او الضلع الثاني من الزاويه هيبقى برضو سمكه كام؟ سمكه 50. طيب مربوط بالطوب من الداخل والايه؟ والخارج. طيب تعال نبص المدمك الاول عمله لي ايه؟ عمله لي شناوي في الظهر بتاعه ايه؟ اديتين مربوط في ظهره ايه؟ الاديتين بتاعت اهو، ادي المدمك الاول شناوي وادي الاديتين بتوعي، تمام؟ طيب في ظهر الاديتين من الداخل، من الداخل هلاقي الاديتين وفي ظهرهم ايه؟ هروح راسس في ظهر الاديتين يبقى شناوي، وربطت الايه؟ المدمك الاول مع ايه؟ مع الاول. طيب يبقى رقم واحد، رقم واحد اهو، تمام؟ زي ما انا شايف. طيب تعال نشوف المدماك رقم اتنين، المدماك رقم اتنين اديتين في الوش وفي الزاويه العموديه عليها، هيبقى ايه؟ طالما انت شايف من هنا اديتين يبقى من الزاويه الثانيه او من الضلع الثاني هتلاقي ايه؟ هتلاقي شناوي. طيب اهو زي ما انا شايف المدماك الثاني، تمام، اديتين، اديتين في الوش يبقى في ظهرها ايه؟ ايوه ادي الاديتين اهم، يبقى الطول اللي هو اللي لو انا بصيت من الجنب عليه هلاقي ايه؟ شناوي. وفي ظهر الشناوي هلاقي ايه؟ هلاقي اديه كمان، عشان السمك هنا سمكه قد ايه؟ سمكها قالب ونص، اللي هو الضلع ده قالب ونص، في ضلع الوجه ده معمول لسمكه كام؟ سمكه قالب، تمام. بعد كده هلاقي من الداخل، طالما انا قافل هنا بشناوي، تمام، ادي الاديه اهي، الاديه اللي انا شايفها ايه قصادها برضو هتبقى ايه؟ اديه. والضلع اللي انا هشوفه من جوه الاوضه، من داخل الاوضه، هلاقي الايه؟ هلاقي الشناوي ده اللي انا شايفه اهو، بس اللحام بتاعه متداري وداخل جوه الحجره بتاعتي، فانا مش هشوف، انا هشوف الايه؟ هشوف سم، هشوف خط واحد اللي هو خط الزاويه او الركن بتاعي بس، مش هشوف سمك الحام. طب تعال نشوف المدمك الرابع، المدمك الرابع انا شايفه ايه؟ زي ما قلنا قبل كده اديه وشناوي، تمام. طب يا استاذ انت نطيت وما شرحتليش اللي هو المدمك الثالث. ما هو المدمك الثالث زي المدمك الاول، هنا باصص كده اهوت لقيته ايه؟ مدمك شناوي رقم واحد اهو، المدمك رقم واحد شايفه ايه؟ شايفه شناوي. يبقى رقم ثلاثة برضو شايفه شناوي، يبقى واحد زي ثلاثة بالظبط. يبقى احنا مش محتاجين ان احنا نعيد الرسمة بتاعته من اول وجديد. يبقى هنخش على المدمك الرابع، تمام، اللي هو رقم كام؟ اللي هو رقم اربعة، اللي انا شايفه ايه؟ شايفه من الوجهة بتاعت الرئيسية شايفه قادية، وجنبها ايه؟ وشايف جنبها شناوي. طيب من الزاوية التانية او من الضلع الثاني، طالما انا شايف هنا اديه يبقى الضلع الثاني هشوفه ايه؟ شناوي، وفي ظهره ايه؟ اديه. ادي اللي احنا قلنا عليه اهو يا شباب، انا شايف ايه؟ شايف اديه وجنبها شناوي. طيب طالما انا شايف هنا اديه يبقى من الجنب ده لو انا بصيت له كده، تمام، هشوفه ايه؟ شناوي. طب لو انا شايف من هنا شناوي يبقى انا هبص عليها من الناحيه الثانيه ايه؟ اديه، زي ما انا هبص كده في القطاع ده او في الافق دوت، تمام، شايف من هنا اديه يبقى انا هبص عليها من الجنب الثاني دوت ايه؟ افقي، وهكذا. طيب المدمك رقم خمسه، المدمك رقم خمسة عكس أربعة بالظبط أهو، المدمك رقم خمسة أنت بادئ هنا في أربعة بأدية وشناوي، يبقى الخمسة هيبقى إيه؟ شناوي وأدية، نفس النظام، بس أنا هعكس قوالب الإيه؟ الطوب. يبقى أنا بدأت هنا في أربعة بأدية وشناوي، يبقى أنا عشان اللحامات ما تقعش فوق بعضيها، تمام؟ يبقى أنا هبدأ بإيه؟ في خمسة بادئ بشناوي وجنبيه على طول إيه؟ جنبيه أدية،
طيب طالما هنا شناوي يبقى انا هبص كده من الناحيه دي، لو انا بصيت من الجنب كده هشوفه ايه؟ هشوفه اديه. طيب ده من الايه؟ من الخارج. طب من الداخل ادي الاديه في ظهرها اديه، يبقى طالما خدت اديه هنا ورصيتها اديه في ظهر اديه اهو، يبقى العكس بتاعها في دي اللي انا شايفه هشوفه ايه؟ هشوفه شناوي. ده بالنسبه لربط الحوائط من الداخل والايه؟ والخارج بالحجاره مدعمه بالطوب عند نواصي الحوائط، عند نواصي الايه؟ الحوائط. طب تعالى نشوف ننتقل لحاجه ثانيه. يبقى احنا كده يا شباب لخصنا اول حاجه البناء الايه؟ البناء اللي هو طريقه البناء بالحجاره من حيث الايه؟ من حيث الخامه المستخدمه في اعمال البناء بالحجاره، وقلنا عليها تنقسم لايه؟ تنقسم لبناء متجانس وثابت على طول، شايف الواجهه بتاعتي مقاسات الاحجار بتاعتي ثابته مش مختلفه ما بين الصف الحجر والصف الحجر او المدماك والمدماك، شايفها كلها ثابته ونوع واحد وخامه واحده ومقاسات واحده، يبقى ده اسمه بناء ايه؟ متجانس. طب لو انا دخلت الحوائط مع بعض، تمام، الخامه مع بعض، تمام، حطيت قوالب او حجاره مختلفه في المقاسات، يبقى ده اسمه على طول اسمه ايه؟ بناء بالحجاره مركب. طب لو انا حطيت زي ما احنا شفنا كده في الايه؟ في الرسومات بتاعتي، في الشيتات بتاعتي، تمام، ولقيت يا شباب ان الحجاره مدعمه عند النواصي او عند الاكتاف مثلا حسب ما يجيب لي في الرسمه بتاعتي، تمام، ان هو يروح مدعمها لي بالطوب، او ممكن يجيبها لي مثلا مدعمه بالخرسان، يبقى ده على طول اوتوماتيك دوت يا شباب اسمها ايه؟ بناء مركب. بناء ايه؟ يبقى انا ركبت خامتين مع بعض، يبقى انا في الحاله دي سميتها ايه يا شباب؟ سميتها بناء مركب. طب تعالى نشوف ثانيا مع بعض كده اللي احنا قلناها عباره عن ايه. ثانيا البناء نوع من انواع البناء اللي هو من حيث الصناعه، من حيث الايه؟ من حيث الصناعه. النوع الثاني من انواع البناء بالحجاره قلنا ينقسم الى ايه؟ ايوه حد يفكرني كده عشان انا نسيت. ها، البناء بالحجاره من حيث الصناعه ينقسم الى ايه؟ ايوه البناء بحجاره النحت، وعباره عن ايه يا شباب؟ البناء بحجاره النحت دوت يا شباب اللي هو ان انا اجيب الحجر اللي هو الصلب ده، تمام، واكسي بيه الواجهه، كسيت بيه الواجهه ونحت بيه زي ما انا بشوف في المباني الاثريه القديمه، عايز ايه؟ عايز اعمل للواجهه ديت شكل وايه ومنظر جمالي وفخامه في الشكل كده هوت، تمام، وفي نفس الوقت ادي صلابه للمبنى مع منظر صلابه مع منظر جمالي مع فخامه للشكل، ويديني ان الشكل دوت معمول. ممكن اكون مثلا مستخدم الحجر ده في كسوات تانيه اغلى واعلى في التكلفه، بس ممكن يكون دوت اقل شويه من ايه؟ من خامات تانيه، بس بيديني حاجه يحسسني ان الايه؟ التكسيه ديت حاجه فخمه كده، ايه الروعه في الايه؟ في الشكل ده زي ما هنشوف بعد كده. طيب تعال نشوف مع بعض كده البناء بحجاره النحت. البناء بحجاره النحت اول حاجه بنسميه البناء الحجاري. البناء ايه يا شباب؟ البناء الحجاري. يبقى يعرف البناء بحجارة النحت يعرف بالإيه؟ بالبناء الحجاري. ممكن يجي لي سؤال إكمل؟ آه ممكن يجي لي سؤال إكمل. يعرف البناء بحجارة النحت يعرف بالبناء نقط، يعرف بالبناء إيه؟ بالبناء الحجاري. طيب ويفضل هذا البناء أو يفضل البناء بحجر النحت ليه؟ الأفضلية ليه؟ لإعطاء المبنى شكل جمالي، هيديني حاجة جمالية شكل جمالي، تمام، للمبنى، وبأقل إيه؟ بأقل تكلفة من أنواع أخرى وفخامة، وخصوصا وأن حجارة النحت تستعمل في المباني التي تجمع بين القوة، لما أنا أكون عايز أدي للمبنى بتاعي قوة وعظمة وجمال، التي تجمع بين القوة والعظمة وجمال المنظر في وقت إيه؟ كل ده هيديني في وقت واحد اللي هو نوع من أنواع الإيه؟ التكسية بتاعتي أو البناء بحجارة الإيه؟ النحت. طيب يبقى ده البناء بحجارة إيه يا شباب؟ البناء بحجارة النحت. طب النوع الثاني، أو تعالى نشوف الرسمة دي، أو أنا حطيت لك هنا إيه سلايدز حلو كده، بص كده، حاجة من أنواع تكسية من أنواع التكسيات اللي هو باستخدام الحجر، تمام، وفي انواع اخرى
يعني اعلى من كده وتكلفه اعلى من كده وتشطيب اعلى من كده، بس ده تحس كده للمنظر لو انت بصيت وانت ماشي من قدام المبنى كده يحسسك ان ايه الفخامه ديت، ايه الروعه ده، ايه المنظر الجمالي دوت. يبقى ده اللي انا وصلت له عن طريق استخدام الحجر ايه يا شباب، الحجر اللي هو النحت. وهنا بص كده حاجه بسيطه في قلب الحجره بتاعتي اهي، ورحت عمل ايه، عملت لك رسمه. ممكن الرسمه دي تكون رسمه مثلا شغل نباتي، ممكن تكون شغل اسلامي على حسب الشكل. بص هنا مدقوق اهوت ومديني ايه اشكال، هنا مديني مصبعات اهوت في اشكال، مقسم لك الواجهه زي المداميك بالظبط اللي هي الحجاري تمام. اداني الشكل اللي انا عايزه، بص مع التكسيات اللي فوق اهي تمام، جمع لي الشكل مع بعضه ومع البرامي مع كل الكلام ده، اداني ناحيه جماليه ايه واداني فخامه للمبنى. ممكن يكون المبنى دوت بسيط من جوه، بس تبص عليه من بره تحس ان هو ايه حاجه فخمه كده، حاجه روعه، ويعلي معاك في الايه في السعر. لو المقاول عايز مثلا ايه يعني يحببك في المكان، يعمل لك شويه الشغل والتكسيات ديت، يحسسك ان المبنى ده بدل ما هو مثلا بنص مليون، لا ده بمليون الا ربع او بمليون. كل دوت ليه؟ عشان انا استخدمت وايه الخامه اللي تعلي السعر معايا. طب تعالى بقى ننتقل مع بعض لحاجه جديده، البناء بحجاره الدبش. احنا قلنا يا شباب البناء بحجارة النحت يعرف بالإيه؟ أيوة يا أيوة صح كده، برافو عليك. البناء بحجارة النحت يعرف بالإيه؟ بالبناء الحجاري. يعرف بالبناء الإيه؟ طب البناء بحجارة الدبش ده يعرف بإيه يا شباب؟ يعرف بالبناء الدباشي. يعرف بالبناء إيه؟ نسبة، لأن أنا استخدمت الدبش في الإيه؟ في الشغل بتاعي. طيب يبقى رقم اتنين البناء بحجارة إيه؟ الدبش. يعرف البناء يعرف بالبناء الايه الدباشي، وهو اقل مرتبه يعني اقل في السعر واقل في كل حاجه من بالنسبه للايه بالنسبه لحجر النحت. ليه؟ لان ده بعد ما ببني بيه بروح مغطي ايه، ممكن اروح كاس الحجر الدبش ده اروح كاسيه بماده من مواد البياض بتاعتي مثلا طرطشه، او ممكن اروح مثلا ممحر واروح مدهر واروح مدي طبقه طرطشه، او مثلا لو عايز اعلي شويه تكلفه اروح مثلا كاسيه بايه برخام ولا حاجه عشان مثلا اصون واول المبنى بتاعي. يبقى ده يا شباب اقل في التكلفه من الحجاره بتاعت الايه النحت، نظرا لان انا هستخدم هغطيه بمعنى صح، مش هيديني زي ما انا ايه هشطب اللي هو الحجاره النحت بتاعتي او اللي هو البناء اللي هو الحجار اللي احنا قلنا عليه واسيبه كده اهوت، ممكن ياخد لون مثلا ورنيش ويديني لمعه تمام واسيبه على كده. لا ده في الايه في البناء الدباشي دوت يا شباب ان انا لازم اغطيه، لازم ايه اغطيه عشان اقوي واحافظ على الطوب ده من العوامل الجويه وما يتاثرش. طب تعالى نرجع مع بعض كده، يعرف بالبناء الدباشي وهو أقل مرتبة وتكلفة من مين؟ من البناء بحجارة النحت، حيث أن معظم المباني التي يستعمل فيها يغطى بطبقات الإيه؟ البياض، وتزخرف حتى تعطي هيئة معمارية إيه؟ مناسبة. أعمل بقى شكل إيه؟ وحدة زخرفية بالنسبة للإيه؟ التغطيه او الكسوه اللي انا هستخدمها في ايه في اعمال البياض. ممكن اعملها مثلا مصيص واعمل فيها اشكال مثلا، اغطيها مثلا بطبقه الطرطشه واعمل الوان مختلفه في طبقه الطرطشه بتاعتي اللي هي طبقه الدار مثلا. كل الكلام ده في البناء بحجاره الايه الدبش. تعال ننتقل مع بعض، ايوه صوره اهي، ادي البناء بالدبش. شايف انا ليه الاحجار بتاعتي مقاساتها واحده تمام، مقاساتها واحدة وارتفاعاتها واحدة، ونوع الحجر بتاعي اللي هو الدبش نوعه ايه؟ نوعه واحد تمام؟ يبقى ده لو انا اتكلمت على الجزء ده يبقى ده اسمه بناء ايه؟ بناء متجانس، لان هي خامة واحدة وما دخلتش خامة تانية إضافية عليها تمام؟ مقاساتها ثابتة، والارتفاع ارتفاع صف الحجر بتاعي ارتفاعه ثابت تمام؟ طيب خلي بالك عشان انا الحته اللي انا هذكرها دي هنحتاجها في جزئيه بعد كده. الصف ده يا شباب، الصف ده صف الحجر ده بسميه مدماج، بسميه مدماج، مجموعه من الحجاره
أفقية في مستوى أفقي واحد، مقاسات ثابتة مش متغيرة، محصورة ما بين طبقتين مونة بسميها لحامات. بسميها إيه؟ بسميها لحامات، اللي هو زي ما قلناها في الإيه، في الطوب، اللحام المرقد أهو اللي هو الأفقي، لحام الإيه؟ المرقد. أما اللحام الرأسي اللي هو محصور ما بين الحجرتين دول، أو محصور ما بين الحجرتين دول، بسميهم عرموس. بسميهم إيه؟ بسميهم عرموس. يبقى اللحامات الرأسية بسميها ايه؟ بسميها عرموس. اما اللحامات الافقية بسميها مرقد. طب تعال بقى ننتقل لعنصر تاني من العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقة، اللي هي ايه؟ الشروط الواجب مراعاتها عند البناء بالحجارة. يبقى احنا كده غطينا اول عنصر من العناصر، البناء بالحجارة. البناء بالحجارة يبقى اول عنصر احنا اشتغلناه اللي هو ايه؟ انواع البناء بالايه؟ بالحجارة. انواع البناء يا شباب، انواع البناء بالحجارة، وقسمناها للنوعين بتوعنا، وقسمنا كل نوع لايه؟ للانواع بتاعته، وشرحناها وبسطناها، وشفنا ايه السلايد بتاعتنا والصور بتاعتنا. تعال بقى ننتقل لعنصر جديد اسمه الشروط الواجب مراعاتها عند البناء بالحجارة. شروط، ايه هي الشروط؟ لازم اراعي نقط معينة لازم تتوفر وانا ببني ايه؟ زي ما كنت بقول وانا ببني الطوب، لازما في عناصر لازما اراعيها. لازما قوالب الطوب تبقى افقية، لازما تكون مثلا ايه؟ تكون مظبوطة على الادة والميزان، لازما تكون محصورة ما بين طبقتين من الايه؟ من المونة، لازما تكون موزونة رأسيا على ميزان الخيط، لازما تكون متعرضة للمية قبل الاستخدام، تمام؟ كل الكلام ده احنا قلناه في الايه؟ قلناه في البناء بالطوب. طب تعال بقى نقول الشروط، السؤال مباشر اهو على طول واضح، ما هي الشروط الواجب مراعاتها عند البناء بالايه؟ بالحجاره. اول حاجه لما نيجي نتكلم عليها برضو زي الطوب بالظبط، لازم الحجاره، البناء بالحجاره لازم يكون مترابط مع بعضه، لازم يكون مترابط ايه؟ سواء بقى حجر مع حجر، تمام؟ او حجر مع طوب، او حجر مع خرط، لازم يكون مترابط بايه؟ لازم يكون مترابط مع بعضه. طيب الترابط دوت اللي هو مسافه الطيه، اللي هي مثلا جزء اللي هو ربع الحجره او نص الحجره، هجيب الحجره اروح ايه؟ الحجره هي في المدماج، او مثلا الصف الاولاني، مش عايز ايه نتعرض لكلمه مدماج الا لما نقول المصطلح بتاعه، تمام؟ ادي الصف بتاع الحجر بتاعي، مستوى افق واحد وارتفاع واحد، هاجي في المستوى اللي هو الصف الثاني اللي هو المدمك الثاني اروح راسس، يبقى بدل ما اللحام ده واقع على اللحام ده كده راسي، تمام؟ لا، اروح ايه؟ اروح مدخل الحجره دي مسافه ايه؟ مسافه الطيه بتاعتي، اللي هي مسافتها ممكن تكون ربع الايه؟ ربع الحجره او نص الحجره، بحيث ان يكون الايه؟ ده اللحامات ما تقعش فوق بعضيها. يبقى اول عنصر في الشروط الواجب مراعاتها عند البناء بالحجاره ان تكون مترابطه مع بعضها الايه؟ البعض. تعال نقول نمره واحد كده مع بعض. اول حاجه يجب ان تكون الحجاره مربوطه ببعضها في جميع الايه؟ في جميع الاتجاهات. في جميع يا شباب؟ في جميع الاتجاهات. يبقى أول عنصر يجب أن تكون الحجارة مربوطة ببعضها في جميع الايه؟ الاتجاهات. زي ما احنا قلنا في الأول في الرسومات اللي احنا جبناها وشفناها مع بعض، إن ليه شايف إن الايه؟ لو أنا عملت أدية الناحية دي أعمل الجهة التانية ايه؟ شناوي، ولو أنا عامل شناوي يبقى أنا عامل الناحية التانية عكسها ايه؟ أدية، وهكذا. نمرة اتنين، يجب أن تكون أجزاء البناء المحمل عليها أثقال كبيرة. تاني يجب أن تكون أجزاء البناء، الأجزاء اللي هيقع عليها أحمال كبيرة أو أحمال ثقيلة، تمام؟ يجب أن تكون إيه؟ يجب أن تكون من أحجار صلبة. يجب أن تكون من أحجار إيه؟ صلبة ومتينة. يبقى العنصر التاني يا شباب إيه هو؟ إحنا قلنا أول عنصر في الشروط الواجب مراعاتها. قلنا أول عنصر في الشروط الواجب بإيه؟ مراعاتها عند البناء بالحجارة، أول حاجة أن تكون الحجارة مربوطة ببعضها الإيه؟ البعض. في جميع الاتجاهات، في جميع ايه؟ في جميع الاتجاهات، دي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين، أن تكون أجزاء المبنى اللي هيقع عليها أحمال ثقيلة أو أحمال كبيرة، تمام؟ لازم يكون الأحمال ديت، لازم يكون الأجزاء دي مصنوعة أو مبنية من الإيه؟ مبنية من الأحجار الصلبة. من الأحجار إيه؟ من الأحجار الصلبة، اللي هو الحجر مثلا الصوان مثلا،
تمام، ما اجيبش اللي هو الدبش دوت واقول ان هو ايه ابني اللي الكتف بتاعي من الدبش وهيقع عليه احمال، لا اللي هتلاقي الدبش دوت بدا يشقق. يبقى انا استبعد الحاجات الضعيفه او الاحجار الضعيفه عند البناء بالايه البناء في الاجزاء اللي هيقع عليها الايه احمال ثقيله او احمال كبيره. تمام، يبقى تعالى نقول اول حاجه يجب ان تكون الحجاره مربوطه زي ما قلناها كده ببعضها ايه في جميع الاتجاهات. نمره 2 يجب ان تكون اجزاء المبنى المحمل عليها اثقال كبيره ان تكون من احجار صلبه، من احجار صلبه وايه ومتينه. تعالى نشوف العنصر الثالث مع بعض. اذا كان البناء، نركز بقى في النقطه الثالثه ديت، اذا كان البناء مكون من حجاره صغيره، من حجارة صغيرة ايه؟ صغيرة المقاس، تكون صلابة البناء مرتبطة بايه؟ بجودة المونة. يبقى لو انت، لو حضرتك يا باشمهندس استخدمت احجار صغيرة المقاس، يبقى في الحالة ديت هتكون صلابة البناء معتمد على ايه؟ مرتبطة ارتباط كلي بجودة الايه؟ بجودة المونة. يبقى لازما المونة بتاعتي تبقى جودتها عالية، يبقى لازما الاسمنت بتاعي اللي انا هشتغل بيه لازما يكون الاسمنت بتاعي عالي وفي والزيادة في المونة بتاعتي. تمام؟ ده في حالة ان انا استخدمت ايه؟ حجارة صغيرة المقاس، صغيرة الايه؟ المقاس. طيب. أما باقي الأبنية المركبة، أما باقي الأبنية المركبة من مواد مختلفة المقاسات، من مواد مختلفة الايه؟ المقاسات، فإن صلابة البناء في الحالة ديت مش هتقف، مش هترتبط بالمنى فقط، لا هترتبط بالأجناس، بترتيب الأجناس المختلفة للحجارة. كلمة أجناس ديت يا شباب، كل طوبة أو كل حجرة ليها زي فصيلة الدم كده بالظبط، ما ينفعش إن مثلا فصيلة الدم بتاعتك ايه واروح مدخل لك فصيلة دم مثلا او مثلا، لا هيحصل تنافر وهيحصل لخبطة في الجسم. تمام، وليه والدم مش هيقبله الجسم. يبقى انا لازما برضو الفصيلة الجنس بتاع الحجر اللي استخدمت حجر صوان مثلا او اللي هو الدستور بتاعي، تمام، لازما يكون من الفصيلة، لازم أن يكون الحجرة ديت نفس فصيلة الحجرة دي. أنا بشوف كده هو بيحصل إيه لما بنيجي مثلا ندعم المباني الأثرية القديمة بحجارة ممكن تلاقيها فصلت، فصلت والطبقة المونة ما بين الحجرة تلاقيها مثلا شرخة زي اللي المشرخة، تمام، أو فصلت ما بين الحجر والحجر وتلاقي إن تحس إن الحجر إيه دوت الحجرة ديت لوحديها دونا عن الأحجار اللي موجودة حواليا. ليه؟ لأن أنا استخدمت فصيلة أو جنس غير الجنس اللي موجود، فبيحصل تنافر. فلازم من شروط التدعيم بتاعتي إن نفس الأجناس أو الجنس بتاع إن أنا استخدمت مثلا طوب فرعوني، يبقى أنا هدعم بطوب فرعوني، حجر اللي هو الدستور يبقى هو الإيه الدستور اللي أنا هدعم بيه بس من نفس الفصيلة ونفس الجنس بتاعه، ما يبقاش حجر ضعيف مع حجر قوي، ما ينفعش. طب تعالى نكمل مع بعض كده. باقي الأبنية المركب، يبقى نرجع للنقطة رقم 3، إذا كان البناء مكون من حجارة صغيرة، صغيرة الإيه؟ المقاس، تكون صلابة البناء مرتبطة بجودة الإيه؟ المون. يبقى ملخصها بسرعة كده، إذا كان لو أنا هستخدم حجارة صغيرة يبقى الجودة البناء ده مرتبطة بمين؟ مرتبطة بالمونة. أما الأبنية المركبة من مواد مختلفة، من مواد مختلفة الإيه؟ برضو المقاسات، فإن صلابة البناء مش هترتبط بس أو تتوقف بس على المونة، بل ترتبط إلى ترتيب الأجناس المختلفة للإيه؟ للحجارة. طب تعالى بقى ننتقل، يبقى كده إحنا قلنا ثلاث نقط، قلنا ثلاث نقط يجب أن يتوفر فيها الشروط التي يتوفر فيها أثناء البناء بإيه؟ أثناء البناء بالحجارة. يبقى احنا اتكلمنا على عنصرين لغاية دلوقتي في حلقتنا، الحمد لله بسطنا عنصرين من الأربع عناصر اللي احنا هنتناولهم إن شاء الله، اللي هو أنواع البناء، والعنصر الثاني الشروط الواجب مراعاتها في البناء ايه بالحجارة، وقلنا ثلاث نقط، تمام، وبسطنا. تعال بقى ننتقل مع بعض كده هو للمصل أو العنصر الثالث اللي هو ايه الإصلاحات المستخدمة في أعمال البناء بالحجارة، زي ما ايه شرحنا تقريبا بتاع 20 او 22 مصطلح في الايه الاصلاحات المستخدمه في البناء بالحجاره. تمام، هنقول مع بعض ايه اول مصطلح،
اول حاجه المدماج، اول حاجه الايه المدماج، وده برضو ايه وضحناه واحنا شغالين برضو كده في وسط الشيء في وسط الشرح بتاعي، وقلنا المدماج عباره عن الطبقه الافقيه المتكونه من الحجاره المرصوصه، الحجاره الايه المرصوصه التي يجب ان يكون ارتفاعها واحد. جايب لك انا رسمه كده اهو، الصف ده مع بعض كده في مجموعه من الحجاره، مجموعه من الحجاره مقاساتها واحده وارتفاعاتها كلها ثابته، تمام، يبقى ده اسمه ايه مدماج. طب مثلا لو احنا بادئين من الارض اهو، يبقى ده المدماج الاول، مجموعه من الحجاره محصوره ما بين طبقتين من المونة، اهي طبقتين من المونة او طبقتين من المونة، الطبقتين من المونة دي اسمها ايه لحمات المرقد، اما اللحمات الراسيه اللي انا شايفها دي اسمها ايه العرموس. طب تعالى ننتقل اهو للمصطلح اللي هو العرموس اللي احنا قلنا عليه، يسمى باللحام، يسمى باللحام، وهو عبارة عن سمك المونة المحصورة بين السطحين الجانبيين للحجر بكامل ارتفاعهما، بكامل ايه يا شباب ارتفاعهم، اللي هو العرموس اللي هو اللحام الرأسي ده، اللحام الرأسي ده بسميه عرموس. طب تعالى ننتقل لروم الحجر، المصطلح جديد اسمه روم الحجر، تعال نشوف الرسمه بتاعته عشان ايه نبسطها كده. احنا كنا في الطوب بنقول اديا وشناوي وكنيزر، طب امتى نقول شناوي؟ اللي هو طول القالب اللي هو بسميه شناوي، بسميه طول القالب اللي هو ال 25 بسميه شناوي، اما في الحجر بسميه حمل، بسميه يا شباب بسميه حمل. طيب الارتفاع، ارتفاع القالب او ارتفاع الحجر ده بسميه روم الحجر، روم ايه؟ روم الحجر. طيب يبقى روم الحجر عبارة عن ارتفاع الايه؟ ارتفاع الحجرة بتاعتي، ارتفاع الحجرة 20، يبقى روم الحجر بتاعي اللي انا هشتغل عليه كام؟ 20 او 25 او 40 او 50. الحمل عبارة عن طول الحجر، هناك في الطوب كنا بنسميه ايه؟ بنسميه شناوي، اما هنا الحمل تمام عبارة عن طول الحجر مع طول ايه؟ طول الحائط. يبقى انا لما ارص الحجرة زي ما انا شفتها كده في الرسمه، وجايب لك اهو رسمه اهو، تمام، لما رص ادي عندي الحائط اهو، او مثلا طول الحائط، طول الحائط زي ما انا شايفه كده مثلا 2 متر، لما رص طول الحجره مع طول الحائط مع طول الحيطه، يبقى ده اسمه ايه؟ حمل، حجره اللي هي الحمل. طب المصطلح اسمه السرة او السهل، عبارة عن ايه؟ عبارة عن عرض الحجر، لما رص عرض الحجر مع طول الحائط، يبقى في الحالة دي بسميها سرة او سهل، تمام، او طول الحجر، او طول الحجر مع سمك الايه هي يعني انا رصيت القالب بعرضه في اتجاه طول الحيطة، بعرض رصيت الحجرة بعرضها في اتجاه طول الحيطة، يبقى انا بسميها سرة او سهل. طيب لو انا رحت جبت طول الحجره ورحت رصيتها بسمك الحيطه، يبقى برضه هي نفس الكلام، ايه بسميها رصيتها ايه؟ عرض الحجره، يبقى في الحاله ديت بسميها السره او السهل. طيب ادي الرسومات بتاعتي وموضح لك اهو الحمل اهو، وادي السره اللي هو العرض، والارتفاع اللي هو الايه؟ الروم. التبويصه هي البروز المحدد لوجه لوجه الايه الحجر، تعال نبص كده بسرعه، تمام، لما بص على الحجر واروح عامل لها شكل كده اهو زي الاشكال اللي بتتعمل في النجاره، مثلا الحشوات اللي بتتعمل في النجاره بسميها ايه؟ تبويصه، بس الشكل اللي انا عامله غاطس للداخل ولا بارز لبره؟ لا يا استاذ، ده غاطس للايه؟ غاطس للداخل، طالما غاطس للداخل يبقى انا بسميها تبويصه. التبويصه هي البروز المحدد لوجه الحائط ويكون غاطسا عن سطح الايه؟ الحجر، يبقى يكون داخل لجوه عن الحجر بمدار مثلا ايه 3 سم 2 سم حسب ايه؟ حسب مقدار الغطاء ايه؟ الغطس اللي انا هغطسه او العمق اللي انا ايه اعمل بيه او اشكل بيه الشكل بتاعي، ده بالنسبه لايه؟ التبويصه. اخر حاجه في المصطلحات اسمها البؤجه. البؤجه ديت انا شايف حجره وحجره اهي، وشايف ليه بدل ما اعمل الشكل مصمت بتاعي، لا انا عملتها بشطف للداخل، الشطف ده بسميه بؤجه، بسميها ايه؟ بؤجه. يبقى البؤجه هي البروز الغاطس، يبقى داخل لجوه عن سطح الحجر والمحدد لوجهه، اذا كان البروز هحدد وجه الحجره ديت بالايه؟ بالشكل اللي انا هعمله، تمام؟
الغطس ده اللي انا عملته داير للحجره بتاعتي بسميها ايه؟ بسميها بؤجه. البؤجه ديت ممكن تكون مشطوفه او عامل لها شكل حليه تنفيخ او تأوير. تنفيخ او ايه؟ التنفيخ دوت التنفيخ ده ممكن يكون للداخل، اللي التنفيخ يبقى الدوران للداخل او التأوير يبقى للايه؟ للخارج. وبكده نكون خلصنا العنصر الثالث وللأسف